18 سنة وأنا وأنا عايشة مع بورفي ومع أمي كمان. لما كنت أحتاجهم بشي منن كانوا يساعدوني عطول. كيف فيني كون أنانية لهالدرجة معهم؟ أنا ما فيني إجي معكن ولا على أي مكان. أنتوا سامحوني ما فيني إجي. جانو أنت شو عم تحكي بنتي؟ أنت ما عم تتركينا وتروحي؟ إذا ضليتي هون ولا هنيك رح تبقي معنا دائما حبيبتي. بعرف هالشي أمي بس جانو بعد 18 سنة قدرتي ترجعي لعائلتك ولولادك وهنن قدروا يكونوا معك ويرجعوا يحبوكي. هنن من حقهم يكونوا معك بنتي. أنتي أعطيهن حقهم بالحب اللي بقلبك إلهم. إيه؟ أمي بس شو مشان اللي عملته بورفي كرمالي؟ هي خسرت وضحت بكل شي كرمالي. أنا ضحت بحبها وسعادتها اللي لقتها. ضحت بكل شي أمي. أنا دايما كنت أحتاجها ودايما كانت توقف جنبي وهلأ هي اللي بحاجتي. أنا ما فيني روح وأتركها. أنا ماني أنانية كل هالقد. أنا ما رح أظلمها هيك وما رح روح لأي محل. لا لا بنتي لا. أمي اسمعيني شوي. أمي بيكون كتير ظلم عليك إذا ما بتروحي تعيشي ببيتك. بس بورفي ما بدي إياكي تخافي على ستي من شي. أنا رح دير بالي عليها منيح عن جد. وإذا كنتي مبسوطة بهداك البيت أمي نحن رح نكون كتير مبسوطين من شانك. أمي لو سمحتي روحي على بيتك من شاننا. أمي أمي أنا ربحت اليوم. اليوم أنا رجعت عائلتي وأولادي. أنا أخيراً انتصرت. صرت مع أولادي يا أمي حبيبتي. هذا اليوم أسعد يوم بحياتي. أنا كتير مبسوطة. بكرة من الصبح بدي روح على الدار. بدي روح لأدعيلكم مشان سعادة جانا وسعادتكم. مازن كل شي منيح هلأ الحمد لله وراح كل سوء تفاهم كان موجود. وكمان أهم حقيقة كانت إنه مرتك جانا ما كان بدها تتطلق منك ولا بعمرها فكرت هيك. وإنت لازم تجيب على هالبيت بشكل يليق فيها. أكيد بابا أنا هيك كان بدي ترجع جانا على البيت. بس بابا مرت عمي سوشنا كيف بدي طمنها؟ كيف بدي خليها ترتاح؟ بابا أنا جبت أمي
استني لحظة جانا. شو القصة جدو؟ لك يا أولاد أمكن جانا رجعت على البيت، هذا بعد غياب سنين طويلة وغربة. كنت عيلتنا رجعت على بيتنا ولهيك لازم نستقبلها غير هيك. يلا جيبوا صحن الاستقبال. شو تيجي؟ حاسة إنه في شي ناقص. أوف، وأمي واقفة كمان برا. يا ريتنا جبنا حدا معنا. معك حق. يلا يا بنات يا حلوين، أنا معكن هون، أكيد كله رح يكون جاهز. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हल्ला सर फीकी تتفضلي. आसमान में जब حياتك الجديده بلشت من اليوم حبيبتي. هم एक दूसरे के الله يرضى عليكي ويوفقك. أنا عم بعمل شاي مشان أشرب، بدك تشرب؟ لا لا تعذبي حالك، قلت لتيجو تروح تساوي لنا شاي من شوي. لك لسه هلا قلت لك ساوي، يلا وحطي زنجبيل امشي. إيه إيه جدو، رح روح على المطبخ وأعمل شاي. وفي جيبيلي ألبوم الصور من جوا روحي. أخي بدي تعطيني كل الصور اللي عندك، تعال نقلب على اللابتوب. تعال. يلا.
كل اللي صار مع عيلتي بسببك. جاي ومبسوطة، بدك يعني دمر لهم سعادتهم بسببك انت؟ طول ما انا عايشة انت ممنوع تفوتي على بيتي بأي شكل لو شو ما صار يصير، فهمتي؟ شايفة؟ شايفة كيف صاروا حفيداتي عم بيتعاملوا معي؟ وانت السبب بكل شيء عم بيصير. لا مرت عمي، مو أنا السبب بهالشي. كل اللي عم بيصير اليوم هو بسببك أنتي وبس. أنتي كتير عملتي أغلاط بحياتك، أنتي اللي غلطتي كتير بهالسنين. أنا مستحيل أعمل شي غلط بحياتي. شو ما كان اللي عملته عملته أنا بس كرمال عيلتي وكرمال ابني مازن. عن جد؟ طيب وينه ابنك لكان؟ وعيلتك كلها وينها؟ وليش الكل متضايقين منك؟ لو كان معك حق فعلا، كل العيلة كان لازم تكون معك. أكيد أنت حاسة، حاسة بالذنب لأنك كتير غلطتي. بس لسه ما بعرف أيمتى رح تعترفي بأغلاطك. بس في شي واحد مخليني مبسوطة، إنه عيلتي عرفت كل الحقيقة تبعي، وأولادي عرفوا الحقيقة كمان، وهنن اللي راحوا وجابوني على هذا البيت. أمي لما إجيت لحتى أعيش هون هاي الفترة كانت فترة كتير صعبة علي. أنا عانيت كتير مرت عمي، بس اليوم أنا أخدت حقي وحاسة حالي كتير مرتاحة ومبسوطة. أنا لو كان بدي كنت قلت الحقيقة لمازن من زمان، كنت قلت له أني ما وقعت الورق. كمان يلي عم بيصير معك اليوم كان صار من زمان. بس بتعرفي ليش أنا سكتت؟ سكتت مشان ابني ساشو. أنتي مفكرة حالك كتير ذكية جانا؟ شو ما كان اللي صاير هو صار بسببك انتي. لما نحن كنا بكندا كنا كتير مبسوطين مع بعضنا، بس الشي الغلط اللي صار وقتها انه لما ابني مازن اجى لهون على الهند انتزعت كل حياتنا. انا ماني مصدقه اللي عم بسمعه. معقول انتي لهلأ مانك ندمانة؟ لا ندمتي ولا حسيتي بالذنب؟ امي انتي كذبتي بوقتها وقدرتي تكسبي عيلتك جنبك، بس شو استفدتي؟ ولا شي. بس انا كل اللي اخدته اليوم اخدته بسبب صدقي وبس. واستني شوي، عيلتي رح تضل معي لاخر نفس بدي اتنفسه بحياتي. وبالنسبة للتحريض على اي حدا فانا ماني هيك ابدا، ما بقدر كون هيك. وشو ما كان اللي عم بيصير معك فهو بسبب أغلاطك. انتي عم تدفعي ثمن أغلاطك وهي النتيجة. انتي مفكرة رح تخوفيني؟ خلينا نشوف لك أنا قديش أولادي ممكن يضلوا بعاد عني وما يحاكوني. حطي براسك شي، أنا بقدر رجعهم لعندي بكل سهولة، فهمتي؟ وهذا اللي بدي إياه. لازم يرجعوا يتقربوا منك، لأنه أنا عانيت وأنا عايشة بعيدة عن عيلتي. لهيك أنا بدي عيلتي ترجع تجتمع ويرجعوا يجتمعوا معك أنتي كمان. بس لازم قلك عيلتك هلأ كتير بعاد عنك، وإذا بدك عيلتك ترجع لك لازم تحاولي وتحاربي، وقتها ممكن تكسبيهم. إيه منشوف، أنتي هون وأنا كمان هون. أنا مستحيل إني زعلك، مستحيل أعمل شي بيأذيك، بس أنا كتير متضايقة منك لأنك بتعرفي حالك إنك غلطانة. بس مع هيك مانك ندمانة، ليكي كيف كل العيلة معصبة منك بس ما عم تشوفي قدامك.
أمي تركي من إيدك. تركي تيجو، شو عم تعملي؟ ما في تنامي هون. تيجو بس، ليش لحتى ما نام هون؟ لأنه أنا رح نام هون. كيف يعني بدك تنامي هون وغرفتك هنيك؟ لا، من اليوم أنت رح تنامي فيها. تيجو بس أنا ما فيني. هلأ هاي غرفتك أمي، هاي غرفة أبي وأمي. عمتي فاندو هي اللي قالت لي إنه هديك كانت غرفتك أنت وبابا، واليوم أنت رضيتي إنك ترجعي معنا على البيت أمي، فهي الغرفة من حقك أنت وبس. تيجو بس أنت ما عم تفهمي. لا لا، أنا ما رح أسمع منك شي، وأنا قررت وما بقى ممكن أتراجع عن قراري. يلا يلا، من اليوم أنت رح تنامي بس هون. بس أنت وين رح تنامي؟ شو هذا تيجو؟ عاملة الغرفة بطريقة حلوة ومرتبة. هذا الفضل كله بيرجع لأوفي، بما أنه هي راحت على بيتها وأخذت كل كراكيبة معها، فالغرفة رح تضل هيك مرتبة وحلوة. ليكي أنا ما بحب حدا يحكي على بنتي ولا كلمة. كتير حلو أني قدرت أسمع كلمة بنتي منك. دخيله أنا. بابا يلا، أنا كنت طالعة من الغرفة. طالعة من الغرفة؟ ليش؟ بابا هاي الغرفة إلك أنت وماما، من اليوم ورايح رح تناموا هون. يلا تيجو، تصبحوا على خير. شبك تيجو بس. أحلام سعيدة. مازن شو هي البطاقة؟ تيجو بعد كل هالسنين يلي مرقت لأول مرة برتاح بهال18 سنة. كان في مشاكل كتير بحياتي، حسيت بغيابك عني بكل مشكلة، بس اليوم انتي معي أخيراً. جانا، بهاي اللحظة صار فيني موت وأنا مرتاح. أنت بتعرفي كل سنة كنت أحتفل لحالي، طبعاً بذكرى عيد زواجنا، وبكل سنة كانت ذكرياتك ما تفارقني أبداً. مازن بتعرف أنا حاسة أنه جايتنا أيام حلوة. ايه مزبوط حكيك، لا تخافي بكرة رح تجي ايام احلى من اللي عشناها قبل. انا بوعدك بهذا الشي يا جانا، وما عاد حدا يوقف بطريقنا، ورح نجتمع مع بعض للأبد. Thank you.
صباح الخير. شفت انك مالك هون لهيك بلشت اعمل الشاي. اسف، بدك ترجعي تنامي شي؟ لا بابا. شو بك بنتي؟ بابا بتعرف شغلة؟ أنا ولا مرة شفتك مبسوط من 18 سنة مثل هلأ. أنا قصدي لما رجعت أمي وعاشت معنا تغيرت كتير. ما ايه تيجو، معك حق. أنا رجعت شفت مازن القديم يلي ضيعته، لهيك أنا مبسوط. بابا أنا رح أعمل شاي وأنت روح شوف شو عندك شغل ساوي. لا لا لا، فيني أعمل هداك الشغل بوقت تاني. هلأ بدي أشرب شاي سخن بالأول. أنت بتعرفي أبوك كتير منيح، إذا ما شرب الشاي تبعه الصبح صباحه ما ببلش. يلا قليلي، بدك أعمل لك فنجان شاي معي؟ رح أعمله طيب. ها بابا، أنت بتعرف أنا شو أكتر شغلة بتعجبني فيك وبحبها بشخصيتك؟ أكيد أني بعمل شاي طيب. لا، إنه أنت بتكون رجل أعمال كتير مشهور بالعالم وواقف بالمطبخ وعم تعمل شاي لحالك مثل الناس الطبيعية. ليكي بنتي، أنا قد ما صرت رجل أعمال مشهور، بس الرجال البسيط يلي كان جواتي لساته موجود لهلأ. ودائماً تذكري شيء، إنه الواحد فينا ما بيصير ينسى أصله شو كان أبداً وجذوره. شو ما كنت أنا اليوم ووين ما كنت، هذا الشيء بسبب تفكيري. وبتعرفي كمان، هذا البيت عطاني كتير شغلات. أنا قضيت طفولتي وشبابي بهذا البيت. أنا كنت أعمل كل شغل هذا البيت، إيه كل الشغل، يعني التنظيف والطبخ كمان. وشغلي يلي بلش من هذا المكان بالضبط هو السبب إني أنا هلأ ناجح. من زمان وقت أنا كنت ما بملك غير هذا البيت وعيلتي، بس هذا البيت عطاني القوة والشجاعة لأمشي لقدام، وعطاني هويتي كمان. لما أقعد وأتذكر كل شيء، يعني أتذكر شو كنت حس بهذا البيت، وين كنت ولوين هلأ وصلت. لهيك أنا كان بدي إنه كلنا نقعد بهذا البيت. هالبيت صار كتير دافي. الشاي صار جاهز. أنا بحمله. احملهم. الروح؟ يلا. ساشو هات عنا. خلي عنك، أنا حصلي. طيب حطهم هون. ساشين، الشاي كتير طيب يا ابني، بدك تشرب؟ قديش بدك سكر؟ ما بتعرف قديش بحط سكر؟ معلقتين مو؟ عود يلا.
بورفي أنا ما حبيت هالشاي. قصدي أوفي أنا آسف، بس أنا ما بشرب هذا الشاي لأنه متعود أشربه بالزنجبيل. أنا آسف ما قلت لك قبل. بعتقد أنا اللي لازم أعتذر منك، لأنه كان لازم أعرف شو اللي أنت بتحبه وشو اللي لا. مشي الحال، ما في مشكلة، لأنه لما أنا كنت مع بورفي تعودت أشرب الشاي بالزنجبيل. بتمنى تفهميني. ماشي، أنا فهمت أرجون. شكراً. صحي تيجي اتصلت فيني هلأ، هي قالت لي مشان اجي على البيت لأخذ هدايا العرس. ما في مشكلة روحي، يعني ما كان في داعي انتي تسأليني على هالشي، وهيك كمان بتروحي وبتشوفيها لأمك منيح؟ أرجو كان في وقت كنت في انت الأقرب لإلي، وهلأ انت رحت لبعيد كتير عني، بس انت عم تمثل انك مهتم بحياتي. انا ما فيني اتحمل انك بعدت كل هالقد عني. مو معقول، شو هالكركبة هي؟ ستي؟ ايه؟ شو في بورفي؟ ستي، كنت بدي أسألك إذا حضرتي شي للغدا؟ ايه طبعاً حضرت الغدا، بس عم بستنى الطبخة لحتى تستوي. ستي كنت عم فكر إنه نطلع نتغدى برا وبعدين نروح نشوف فيلم. ليش؟ شو المناسبة؟ لا، يعني ما في مناسبة، بس صرنا زمان ما طلعنا ورحنا منشان نحضر فيلم، إنه يعني حتى لو الوضع هيك لازم يكون في شوية تسلية، صح؟ هاي جريدة اليوم؟ أعطيني إياها. لا 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 لا، هاي جريدة مبارح بورفي، جريدة اليوم ليك هنيك، شو فيها؟ ستي؟ ليكي هدول أفلام بالهندي، شوفي هذا شكله حلو، شو رأيك أنا وياكي نروح نحضره؟ ليكي هاد كتير حلو، فينا نحضر هاد إذا بدك، أنت بتحبي هالنوع ما؟ شو نحضر؟ تمام، في كتير إعلانات منشان الشغل، عم فكر لاقي شغل جديد من خلاله. لا لا لا، قلي لي انتي ليش بدك تروحي تشتغلي بنتي؟ جانو خلص هلأ رجعت على بيتها، وإذا انتي كمان رحتي على الشغل شو بدي أعمل لحالي؟ انتي رح تروحي على الشغل كل يوم وأنا رح أقعد استناكي ورح أقلع عليكي. ليكي ما فيني أعمل كل هدول، ماشي؟ طيب ماشي، أنا ما بقى رح أشتغل شي، رح أضل بالبيت كل يوم وضايقك بحركاتي، ماشي؟ بورفي انتي بحياتك ما بتضايقيني بشي، إيه؟ هيك لكان، شو كل هالثقة هاي؟ ماشي، حضري حالك لأنه أنا رح بلش ضايقك من هلأ. اليوم رح أخذك وفرجيك على أقوى فيلم رعب، ورح شوف كيف رح تخافي. ليكي أنا ما بخاف من أفلام الرعب تبعك هدول، أصلاً عندي ثقة بحالي. وكيف هالشي؟ إيه، لما الأشباح ببلشوا يطلعوا على الشاشة أنا بفتح عيوني هيك وبقنع حالي إنه هدول كلياتهم مالهم حقيقيين، وبنسى الموضوع وبيختفوا. بورفي شو صار؟ عادي هون، عادي شو صار؟ قليلي انت ليش هيك عم تبكي؟ ستي انا عن جد حاولت كتير بس ما عم اقدر انسى ارجون. يا ستي عملت كل شي بقدر عليه وحاولت كتير كمان، تخيلي عملت شغلات ما بعملها بالعادي يا ستي، بس ولا شي عم ينفعني ولا شي، انا ما عم اقدر انسى ارجون، انا عن جد ما عم اقدر انسى، ساعديني يا ستي شو اعمل؟
لأول مرة بحياتي بعرف شو هو وجعك، ومع هيك ما بقدر خففه عنك، وما عم بقدر ساعدك بأي شيء. سامحيني يا بنتي. أوفي؟ نعم، شوفي تيجو قالت لي إنك بدك ياني بكام شغلة. ليش قلقانة هيك؟ كل شي منيح بنتي؟ لا أمي، ما في شي منيح. استني شوي. أوفي؟ خوفتيني؟ عادي ماما. أوفي شو صاير؟ ماما، أنا ما عم بفهم أي شي. أنا ما عم بقدر أتعامل مع الوضع هاد. شوفي أوفي، شو عم تحكي؟ ما عم بقدر أفهم. ماما، أرجون تزوجني مزبوط هالحكي، بس هو ما عم يقدر ينسى بورفي. هو قال لي بكل صراحة أنه ما رح يقدر بحياته ينساها لبورفي، وهو كمان متوقع مني أني أتفهمه، وأنا ما عم بعرف شو لازم أعمل له. ليكي أوفي، أوفي أنت بتعرفي كتير منيح شو الظروف اللي تزوجتي فيها. أعطي القصة شوية وقت، وأكيد بس يتحسن الوضع كل شي رح يكون منيح بنتي. ماما، أنا كنت عم فكر إنه في شي طريقة حتى أرجون إنسى بورفي. قصدي إذا نحنا منقول لبورفي تروح لمكان بعيد. بكفي أوفي، أنت كيف فيك تفكري هيك؟ أختك بورفي عملت كتير شغلات مشانك، حتى إنه هي ضحت بحب حياتها كمان، وأنتي بدك إياها تروح من هون؟ كيف فيك تفكري بهالموضوع؟ عن جد أنا آسفة، ما بقصد فكر بهي الطريقة، بس أنتي قليلي قليلي كيف بتقدر أي زوجة فينا أنه تتحمل؟ ليكي أوفي، أنا قلت لك من قبل ما هيك، بس أنتي ما سمعتيني، واليوم النتيجة صارت قدامك، لازم تعطيها لعلاقتكن ولأرجون شوية وقت. أوفي، هالأمور أكيد رح تتغير، أنتوا بتعرفوا بعض من لما كنتوا أولاد، وهو كمان كان رفيقك. أرجون قلبه كتير طيب ورح يفهمك أكيد، بس أنتي لازم تبني حبك بقلبه من خلال صداقتكن القديمة. هذا الشي رح ياخد شوية وقت، بس أنتي لازم تنقذي هالزواج أوفي. ماما، شكراً كتير إلك. بعد ما حكيت معك صرت أحسن. يلا خلينا نطلع، تيجي اتصلت كتير بدها تفتح الهدايا. قومي هلأ بلحقك، روحي. شو بدي أعمل؟ أنا كتير مشغول بالي على بناتي. من جهة بورفي خسرت حبها لأرجون مشان أوفي، ومن جهة تانية أوفي اللي عنده كل شي وبنفس الوقت ما عنده شي. للأسف بناتي مانن مبسوطين. شو بدي أعمل؟ أنا شو لازم ساوي؟ يا سلام شاي، هذا الشاي طلع جاهز حلو. هاي 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 هاي، لا تشرب الشاي. ليش؟ ليش ما أشرب شاي؟ هذا بيكون بيتي وفي شاي معمول ببيتي، رح أشربه لأنه هيك بدي. هالشاي لإلي. عن جد؟ يعني مكتوب عليه دمودار دشموخ؟ لا تحكي حكي فاضي وخليني أشرب الشاي. ماشي اشربيه، أساساً هي جانا اللي عملته، أكيد رح يكون طيب. وطيب كتير. أنتوا دائماً بتذكروا اسم هالمرأة قدامي. أمي بقيان 4 أيام بس لجلسة المحكمة، وهلأ ما في فايدة من الروح على باتنا. شو القصة؟ ليش عم بتحزقي؟ أنا رح جيب لك مي. تفضلي. أعطيني إياها. شو قصتك أمي؟ عم بتحزقي حتى بعد ما شربتي مي؟ فرشا خدي سكر، يلا. ما بدي. خديها مشان توقف.
اختي ما عم بتوقف. يا فرشة ليش ما عم توقف؟ انا عطيتك مي وسكر بس. حذري شو بلشي عدي، بالعكس فورا بتوقف. ما عم استفيد. اعمليها بس هالمرة. 10 9 ما عم توقف. 8 7 6 5 4 3 2 1. شكرا اختي. امي امي انا بدي اسالك سؤال. قولي لي انت بتعرفي شي حدا بمومباي؟ ليش؟ لأنه بابا كان عم بيقلي هداك اليوم إنه أنا لازم أتعرف على شي حدا بمومباي. أنت ليش ما عم تسأله هو وينه؟ بأي مكان وبأي شارع؟ هو قريب من دي سيناغار. قل له إنه هنيك بهداك المكان في دار كتير كبيرة، وبعدين يروح على اليمين رح يوصل بسرعة. لا لا، أمك كتير مشغول بالها عليك. هي عم تقلي هلأ إنه هنيك في دار كبير قدامك، بتروح على اليمين وهيك رح توصل أسرع. إيه ماشي. إيه استني، تعي قولي لي أنت كيف بتعرفي إنه بهداك المكان في دار كبير بدي سيناغار وإنه لازم يروح على اليمين؟ يعني صح الحكي؟ لا أبداً مو صح تماماً. هذا اللي أنا قلته لبابا. بس يعني ليش حكى بابا هيك؟ ها ليكي، أنا بدي أسألك، لو أنت كنت عندك معارف هون مو لازم يكون بابا بيعرف كمان؟ إيه؟ أبي عم يحكي حكي فاضي. أنا رايح لشوف بابا، أنت ارتاحي ماشي؟ راجع. سامحني في شنو؟ أنا مخبي عليك كتير شغلات إلها علاقة بحياتي القديمة. كنت مضطرة خلي اسمك في شنو مو سوهام مشان سلامتك. اضطريت عيش مع واحد مثل أبوك وبدون ما أتزوجه، بس على القليلة أنت أخذت اسم أبوك منه. أنا مجبورة، ما كان فيني إلاك كل هالشغلات هي. تفضل. مدام جانا هون؟ هي مو موجودة، بدك شي منها؟ أنا لازم سلمها هالألبوم. بالإذن. شكرا لك. إذا بدك تنسي لأرجون لازم تعملي هيك يا بورفي، لازم تشوفي هذا الألبوم. هذا الألبوم هو حقيقة حياتك اللي ما حدا بيقدر ينكرها ولا أنتي. أخذتي كل شي بدك إياه ورجعتي سعادة أمك، أنت مبسوطة؟ أنا هلأ رح أعمل يلي بدي إياه. أنا آسفة أرجو، أنا كتير آسفة. أمي أنا ربحت اليوم، اليوم أنا رجعت عائلتي وولادي، أخيراً صرت مع أولادي، صرت مع أولادي يا أمي، أخيراً صرت مع حبيبتي. Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.